هو الشركة ده ظاهر ولا؟ تمام. اتفضل يا مستر. تمام، هنتكلم النهاردة عن نوع مختلف من الكوانتم كمبيوترز، من دواليتي كوانتم كمبيوتر، مبني على فكرة الكوانتم انترفيرنس، أو زي ما دكتور محمد قال تجربة يونغ بتاعت الدبل سليت اكسبيرمنت. يعني مثلا لو أنا كان عندي هنا مثلا كوانتم بارتيكلز، أنا في مصدر بيطلع كوانتم بارتيكلز مثلا ضوء او ايا كان، ف لو انا مثلا عديت الضوء ده او الكوانتم بارتيكلز دي على سكرين، السكرين دي فيها عباره مجموعه من الاسلتس، هي بتاع تجربه يونج اثنين، بس ممكن يكون اكتر من اثنين، بس ما ينفعش يكون اقل من اثنين. تمام، فال مثلا هنا لو الفتحه دي كانت ضيقه بصوره كافيه، يعني ضيقه لحد قد ايه؟ ضيقه لحد ما يكون الويتس بتاعها قد الويف لينكس بتاع الضوء اللي داخل. ف كل سليت من دي هتتصرف اكنها السورس لوحدها. يعني مثلا انا عندي هنا الضوء بيتقسم لثلاثه بيمز، فالنقطه دي هتتصرف اكنها السورس لوحدها، فهتطلع هي كمان ثلاثه بيمز، ونفس الكلام بالنسبه لباقي السليتس، فالنقطه دي هتتصرف اكنها النقطه دي وهكذا. فهنا بيطلع الضوء الجديد بعد ما يتفرق، فبيحصل هنا ايه؟ الانترفيرنس او الكونستراكتيف انترفيرنس يعني بالمعنى. وبعد كده لو انا جيت بقى رحت معرض نفس السكرين، سكرين ثانيه بنفس عدد السليتس، فهتروح مجمعه لي الضوء ده. باختصار انا كان داخل الضوء هنا من فتحه، فالمفروض الفتحه دي تعدي الضوء ده، دي بارتيكلز المفروض فتعدي خطوط متوازيه، بس مش ده اللي بيحصل. لو انا عندي الفتحه دي ضيقه بصوره كافيه، من خلالها اقدر ان انا اخلي النقطه دي اكنها مصدر لوحدها. فدي فكره الانترفيرنس، ودي فكره ان الكوانتم بارتيكلز بتتصرف اكنها موجات. تمام، طيب ده بقى هستفيد منه ايه؟ هستفيد ان انا لو عندي مجموعه من الاوبريتورز مجموعين على بعض، في سوبرفيزيشن ما بين الاوبريتورز دي، فمن خلالها هنا مثلا في النقطه دي انا اروح مؤثر باوبريتور واحد، في النقطه دي باوبريتور تاني، وهكذا. كل سليت بروح مؤثر باوبريتور، وبعد كده اروح ايه مجمعهم بالايه؟ بالسكرين دي، فكده كاني عملت الاوبريشن كامله. ومن هنا بقدر من خلال الكوانتم كمبيوتر ده ان انا اعمل عمليات نون يونيتري، لان لو اجمع اوبريتورز مش بالضروره حتى لو الاوبريتورز يونيتري ان هم مجموعهم يبقى يونيتري. تمام، فالكوانتم كمبيوتر ده اللي هو دلوقتي الكوانتم كمبيوتر مكون من عمليتين. اول عمليه اللي هي الويف كومباينر اللي هي بتحصل عند السكرين دي، والعمليه الثانيه اللي هي الويف ديفايدر، اسف، اللي هي بتقسم الموجات، والعمليه دي اللي هي بتجمع الموجات الويف كومباينر. وهنا باثر بقى بالاوبريتورز اللي انا عايز اثر بيها، بس لازم هنا اكون الاوبريتورز اللي باثر بيها تكون يونيتاري. بنرجع بقى للكوانتم كمبيوتر العادي، بس كمحصلة الاوبريتور ما بيكونش يونيتري، لان انا بجمع كل ده في الاخر هنا بالعملية دي. تمام، طب لو انا بقى عايز امثل الكوانتم كمبيوتر ده كسيركت موديل، اللي هي الموديل اللي احنا كلنا عارفين اللي هو عبارة عن جيتس واوبريتورز وستيتس وهكذا. فلو انا مثلا عندي الستيت اللي انا بأثر بيها بقى بمجموعة الاوبريتور المجموعين على بعض، فدي بقى عادي بيبقى عندي كوانتم كمبيوتر عادي اللي هو ان كيوبيتس على حسب الدايمنشن بتاع الستيت دي. طيب، وبيبقى عندي حاجة زيادة، حاجة اسمها كيودت. ايه بقى الكيودت ده؟ الكيودت، الفرق بين الكيوبت والكيودت ان الكيوبت عندي بيبقى اتنين ستيتس 0 1، لكن الكيودت بيبقى عندي عدد دي من الستيتس زي ايا يكن. فالكيودت هو تعميم للكيوبت. فنيجي نرجع هنا تاني، ف ايه شكل الدواليتي كوانتم كمبيوتر؟ عبارة عن ايه؟ عباره ان انا بيبقى عندي كيودت ببدا فيه في البدايه من زيرو، باثر عليه بالكومباينر اوبريتور اللي هو بيمثل اول سكرين، وبعد كده بروح مأثر بالايه؟ بالجيتس بتاعتي اللي هي اليوهات اللي انا اصلا بجمع عليها، دي الاوبريتورز اللي انا بجمعها. فدول بيأثروا على الستيت عادي. الكومباينر اوبريتور اللي هو هنا ايه يا مصطفى؟ الفي ورانا على اسمه، ورانا على اسمه بتاع الدبل ستيت. الفي اوبريتور بيمثل السكرين دي. بالظبط كده. دي الفي ودي الدبليو. وهنا بقى بأثر اه بالدبليو على حسب ايه؟ انا واقف فين؟ عندي زيرو بقى بالظبط، بأثر يعني بالزيرو. هو انا السكرين الاولى اللي فيها السليتس، والسكرين التانية دي اللي هي بنسميها الكومباير، اللي هي الشاشة اللي بيقع عليها البارتيكلز. وكل اوبريتور من ده بيبقى ايه؟ بيتعمل له كنترول على حسب هو موجود فين. يعني هنا اول اوبريتور معمول له كنترول بالزيرو، ثاني اوبريتور معمول له كنترول بالواحد، وهكذا لحد دي ناقص واحد. وهنا بقى بعمل ايه؟ ميجرمنت لو عايز ان انا اوصل للستيت بتاعت السكيورت، او لو انا عايز بقى اقيس. انا كده كده شغال على ستيت معينه، فهي دي اللي انا بعمل لها الايفولوشن، فالميجرمنت هيبقى بتاعي هنا.
تمام. بالظبط. يبقى الدبليو هنا هي الشاشة، ارجع تاني كده مسافر الدبليو سليت، الدبليو ده بيمثل لي الشاشة اللي بيسقط عليها البارتكلز بتاعتي، اللي بتعمل ديستركتيف، الدبليو اللي بتعمل ديستركتيف والفي اللي بتعمل اللي كونستركتيف. بيحصل فيها بقى الانترفيرنس، اللي بيحصل فيها بقى الانترفيرنس، يا اما بيسموها الكونستراكت انترفيرنس، التدخل البناء، او الديستراكت انترفيرنس هو التدخل الهداف. تمام، الاثبات الرياضي. فانا في البدايه خالص بيبقى عندي الستيت بتاعتي اللي هي الكيوبيت ستيت، والستيت بتاعت الكيوديت تبقى موجوده في الزيرو، فباثر بالفي على الكيوبيت على الكيوديت. ف بما ان مثلا انا عندي الستيتس كلها اللي هي الستيتس بتاعت الكيوديت بتبقى كلها كومبليت، فاقدر ان انا ايه استخدم الخاصيه دي كده اكنها الايدنتيتي اوبريتور. فانا بشيل الايدنتيتي اوبريتور واحط اللي يساوي، فمنها اقدر ان انا اضم الـ دي كده اخليها براكت، فتبقى الميتريكس اليمنت في اي 0 ويتفضل عندي ساي مع ار. هنا في اي 0 دي طبعا مجموعه من الارقام، دي عباره عن ايه؟ دي لازم مجموعها بيساوي واحد، ولازم الماجنتيود بتاع كل واحده فيهم اقل من او يساوي واحد. واللي بساي هنا ساي مضروبه في اي دي بتعبر لي عن الاستيت اللي موجوده عند الاستيت رقم ار. بعد كده بروح باثر باليوهات بتاعتي اللي هي اللي انا اصلا بجمع عليها. فكل يو يعني مثلا اليو 0 لازم الستيت عندي تبقى 0 عشان تتاثر، لانها كنترول بالستيت دي. فانا عندي هنا مثلا بجمع على الاي بتساوي 0 لحد دي ناقص 1، فاليو 0 هتاثر بس على الستيت 0، واليو 1 هتاثر على الستيت 1 وهكذا. وبعد كده بروح مأثر بالاوبريشن خلاص بعد ما عملت السوبر بوزيشن، بأثر بقى باللي هي بترجع لي الستيت زي ما كانت اللي هي الكومباينر، فبأثرها على الاي. طبعا هي مش هتأثر على كل ده لانها بتأثر على الكيوريت بس، هي هتأثر هنا على الاي دي، فبرضه نفس الخاصيه بستخدمها اللي هي داتا كومبليتنس. فبوصل برضه بنفس الشكل ده، عندي دبليو كي اي في اي 0 في اليوهات، واقدر ان انا اضم دول كده اكنهم اوبريتور واحد. الاوبريتور ده اللي هي الدواليتي كوانتم جيت، دي زيها زي الجيتس في الكوانتم كمبيوتر العاديه بس بالنسبه للدواليتي، وهي طبعا هي ايه؟ السوبر بوزيشن ما بين اليونيتري جيت. في حالتين من الدواليتي جيت، لان اول حاجه ان يكون الارقام دي طبعا دي ده كده رقم، ده كده اقدر اختصره اكنه رقم، ان هو يبقى كومبلكس نمبر. فلو كان كومبلكس يبقى ايه؟ الماجنتيود بتاعه يبقى اقل من او يساوي واحد، او انه يكون حقيقي. فلو كان حقيقي ف الاراد دي بيتعبر عنها بحاجه اسمها كوازي بروبابيلتي، يعني زيها زي البروبابيلتي العاديه ان انا بجمع عليها بتساوي واحد، لكن ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف. هي مش البروبابيلتي، البروبابيلتي بتبقى مضروبه في ستيت، يعني اللي قدام كل الستيت هو اللي بيعبر لي عن البروبابيلتي، لكن ده اوبريتور، فاللي قدامه مش هيبقى بروبابيلتي، هيبقى كوازي بروبابيلتي، ممكن يبقى بوزيتيف او ممكن يبقى نيجاتيف. خاصيه كمان ان انا حبيت اجمع على كل الاوبريتورز اللي عندي، انا طبعا عندي مجموعه من الاوبريتورز هم دول اللي بيعملوا سوبر بوزيشن. طب لو انا حبيت بقى اجمع هم مش يونيتاري، يعني انا لما اضرب ال كي في ال كي لوحدها مش هتطلع لي ايدنتيتي، لكن لما هجمعهم على بعض ال واحد دجر ال واحد ال اثنين دجر ال اثنين وهكذا، بيطلع لي ان المجموع في الاخر بيبقى ايدنتيتي. ليه بقى؟ انا هختصر ال W هنا مع ال W دي، طبعا هتطلع لي كرونيكال دلتا اللي هي دي، وبعد كده هختصر ال V مع ال V هنا كده. طبعا انا عندي الخاصيه اللي احنا لسه قايلينها من شويه لمجموع البيهات اللي هي هنا كده، مجموع البيهات بيساوي واحد، فانا هقدر اختصر ده كده واخليه بواحد. وطبعا كده كده ان اليو هي يونيتاري، فاليو 0 في اليو 0 ده في اليو 0 هتبقى بايدنتيتي وهكذا، فهوصل في الاخر لايه؟ بايدنتيتي. ومنها بحط شرط على الدواليتي جيتس ان لازم مجموعه الجيتس مع بعضيهم يكون مجموعهم بيونيتاري، والا مش هعرف ان انا اعمل للايه للسوبر بوزيشن ده، مش هعرف امثله على الدواليتي كوانتم كمبيوتر، لازم يكون بيحقق الخاصيه دي اول حاجه، وبعد كده انا ايه اقدر اطبقه على الدواليتي كوانتم كمبيوتر. زي كده بالنسبه للبرزنتيشن، انا كده خلصت. لو عنده اي سؤال طب حد عنده استفسار يا شباب؟ يعني أي دكتور بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة، اتفضلي. مين؟ كنت بس عايزة أسأل، معلش السلايد اللي قبله كده. سلايد اللي قبله. طيب
تمام. انا مش هو الكارس اوبريشن هو كان ايه، بس انا مش عارفه هو ايه. الكراوس اوبريتورز. تمام، الكراوس اوبريتورز دي تمام، مجموعه من الاوبريتورز يعني بيتصرفوا مع بعض كده، زي مثلا انا بيكون عندي ستيت، فبقول مجموعه من البيسز بيمثلوا الستيت دي، قصدي بيمثلوا الماتريكس دي. فكراوس اوبريتور دول زيهم زي بيسز بس بالنسبه للماتريكس. يعني انا ممكن اكتب اي ماتريكس بدلاله سيجما اكس سيجما واي سيجما زد وهكذا. في برضه نوع تاني من الاوبريتور اللي انا اقدر اكتب بيه اي اوبريتور بدلاله الكراوس اوبريتورز. فانا بستنتج في الاخر من الخاصيه دي ان الدواليتي جيت هي تريس بريزرفنج كراوس اوبريتور، نوع خاص من الكراوس اوبريتور اللي هو التريس بتاعها دايما المجموع بتاعه ايه، ما بيتغيرش حتى بعد ما باثر عليه باي اوبريشن. هي حاجه خارج الموضوع يعني. انا عشان كده ما فهمتش ايه علاقتها هنا. تمام ماشي. شكرا. الكروس اوبريتورز دي يا ندى بنستخدمها اكتر في حاجه اسمها الاوبن سيستمز، تمام؟ لكن احنا السيستمز بتاعتنا بتبقى كلوزد دايما. تمام يا دكتور. بس هنا بنوصل ان هو مش اوبن، بس في نفس الوقت بنستخدم حاجه من الاوبن فيه، لكن هو السيستم كلوزد. تمام يا دكتور. طيب هل طبقتم الصفه على الاي بي ام كوانتم كمبيوتر او على الكيس كتير؟ لا 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 مش موجود في الكيس. ماشي، ما انت عندك السيركت، هو كان لونج يدي عليها كذا اكزامبل. طيب طبعا دي يا شباب ميزتها زي ما قلنا، تحب تعمل عمليه جمع الاوبريتورز او طرح الاوبريتورز بتستخدم الطريقه دي، فدي بتحل المشكله اللي ما بنقدرش نحلها في التكنيكس العاديه. احنا في التكنيكس العاديه كان لازم نضرب الاوبريتورز في بعض واحده ورا واحده ورا واحده از ملتيبليكيشن، لكن هنا تقدر تعمل عمليه الجمع وعمليه الطرح. طبعا مصطفى زي عادته بيشرح بسرعه، ولكن اللي عنده اي سؤال ممكن يسال مصطفى. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ طبعا التكنيك ده ليه ابلكيشنز كتير جدا، وللاسف محدش من الباحثين استخدمه لحد دلوقت. يعني مع ان التكنيك ده ليه قوة كبيرة جدا، ولكن محدش من الباحثين استخدمه بشكل افيشنت لحد اللحظة دي. فده ممكن يستخدم في حساب اوبريشنز كتير جدا، من ضمنها طبعا الماشين ليرنينج والكوانتم ماشين ليرنينج، وممكن تحل بيها مشاكل كتير جدا في الكوانتم كمبيوتر. ولكن ده من التكنيكس، مع انه ظهر من اكتر من 20 سنه، ولكن ما حدش استخدمه بشكل فعال لحد دلوقتي. فده باورفول تول تقدر تستخدمها في الريسيرش بتاعك. ماشي ماشي. درش حد عنده اي سؤال تاني؟ في سؤال معلش يا دكتور. هل اتفضل يا دكتور. اتفضل دكتور، معلش عندي سؤال. ايوه فهمت. اتفضل. سامعك. سامعني يا جماعه كده؟ حد سامعني؟ ايوه دكتور انا سامعك. احنا مش سامعينك يا دكتور احمد، لو انت بتتكلم احنا مش سامعينك. سامعني؟ مش سامعني دلوقتي. سامعينك اتفضل. تمام. السؤال كان هل في امكانيه ان التكنيك ده يشتغل على اي بي ام، ولا في ليميتيشنز على الهاردوير وكده؟ لو انا هستخدم بس الزيرو الواحد مش هستخدم لحد الدي، هقدر ان انا اطبقه على الديسك بحيث ان انا اخلي ان الفي دي دايمنشن بتاعها تبقى 2 في 2، لان انا عندي في كيسكيت بتبقى الكيوبيت بس ما عندهمش كيوبيت، فانا عايز اصغر الكيوبيت ده لان هو يبقى كيوبيت، فانا اخد بس الحق لحد هنا. ولكن مصطفى ممكن بشويه اوبريشنز بدل ما تستخدم 1 كيوبيت تستخدم مجموعه من كيوبيت مصطفى. تمام، بس انا كده هبقى خرجت عن الفكره بتاعته اللي هو يعني انا عايز الكيوبيت احوله. مش هتخرج مصطفى، مش هتخرج. تمام تمام حاجة كمان، لو انا عندي الكيوديت ده ثلاثة، يعني مثلا صفر واحد واثنين، فده انا مش هقدر اطبقه على كيوبيت ليه؟
لان انا عندي الكولوم ماتريكس لا، 3. ممكن مصطفى الشغل بتاع الكيو تريت او الكيو ديت ممكن تمثله على الكيو بيت، بس بتاخد اوبريشنز زياده. تمام، فهو يعني هو العائق. التكنيك ده بيطبق عادي خالص على الكيسكت يا شباب. بس طبعا الفكره هنا لما يكون عندك زي ما بيقول مصطفى كده، لو كان عندك اكتر من يعني يكون كيو ديت بتاعتك اكتر من تو دايمنشنز، هنا هتستخدم اكتر من كيوبيت، ولكن هتستخدم اوبريشنز زياده شويه، فهي بتتنفذ بشكل عادي خالص على الديسكت. بس هيكون فيها بعض الايرور شويه. ده سؤال حلو جدا. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب حاول يا مصطفى تبعت البرزنتيشن على الجروب ان شاء الله. تمام. ماشي يا شباب، ثانك يو. النهارده مين اجتماع معاه؟ شفاء ولا مين؟